طيب كابتن رمضان، خليني اروح مع حضرتك بقى ونتكلم في تفصيله تفصيله كده، بدايه بارض الملعب. لو هنتكلم عن المغرب، هل من وجهه نظرك ده بيعطي فرصه يعني متكافئه، او زي ما بنقول كده في تكافؤ للفرص بين اللاعبين الاثنين؟ رغم ان امبارح انا شفت تقرير خاص بالناس في المغرب كانوا بيسالوا راندم يعني كده عشوائي، انتوا هتشجعوا مين، شايفين مين الاقرب للبطوله؟ الناس بنسبه تقريبا 90% كلهم كانوا بيقولوا النادي الاهلي. رغم ده برضو احنا لسه قدامنا مباراه صعبه اكيد، ولكن شايف حضرتك برضو فكرة هنا الأرض تكون في المغرب؟ يعني أعتقد إن إحنا هم الكازر الحقيقة لعبوا تشيفز، لعبوا مباراتين مع الوداد يعني واخدين على الملعب والحاجات دي، لكن إحنا كمان إحنا لعبنا مرات كتيرة جدا بصف. جدا وبطولات كتيرة جدا ونهائيات كتيرة جدا في المغرب. الحقيقة أعتقد الدنيا ماشية 50-50 بالنسبة للأرض يعني طبعا. الأرض مش هتفرق مع حد طبعا. لكن طبعا إحنا بنتكلم على الحالة الحقيقة اللي عليها لعيبة النادي الأهلي والحالة اللي إحنا وصلنا لها. إحنا إن شاء الله بإذن الله قادرين إن إحنا نحسم اللقاء، رغم أنا بس يمكن عاوزين نتخطى حاجة الحقيقة يا كريم، نقطة مهمة جدا. في ناس يعني أنا في رأيي إن هم اللي ما بيحبوش النادي الأهلي أو إن هم عاوزين يوصلوا لعيبة النادي الأهلي إن هم مثلا يبقى فيها استرخاء، يبقى ده مباراة سهلة، ده مباراة مش عارف إيه. أعتقد الكلام دوت كله إحنا يعني رئيس البعثة الكابتن محمود الخطيب يعني قادر إن هو يحتوي كل الحاجات دي، وزي من الحقيقة في كل البطولات اللي هو كان فيها رئيس بعثه الحقيقه يعني بنرجع بالبطوله ان شاء الله. عمرنا ما استقلينا بخصم يعني بالزبط. التاريخ برضو اللي بيرد مش احنا بالظبط يعني. بالظبط يعني يمكن عمر النادي الاهلي حتى في البطولات المحليه بتيجي بتلعب فرقه مثلا الاخير، لا بيتعمل حسابها كويس قوي وبتتقيم كويس قوي. صحيح. فدي نقطه مهمه جدا الحقيقه، لكن انا بقول لك ان احنا الحاله البدنيه والفنيه اللي احنا عليها والنفسيه طبعا مطمئنه بشكل كبير جدا ان شاء الله باذن الله. حضرتك قلت في مجمل اجابتك يعني جمله لازم نقف عندها، حتى الناس اللي انت بتعتبر ان هم ما بيحبوش النادي الاهلي، هو مش المفروض ان لما يكون النادي الاهلي بيشارك في بطوله قاريه بهذا الحجم وبيأدي الاداء ده الراقي يعني ابتدى رحله الحفاظ على اللقب، مش المفروض ان كل المصريين يكونوا خلفه؟ زي ما لو كان يعني لو كان فريق تاني هو اللي في نفس الموقف كنا هنلاقي برضو المفروض ان كل المصريين يكونوا خلفه. ليه ده مش حاصل؟ وهل ده كان او دي كانت نفس الاجواء ايام كنت حضرتك في الملاعب ولا الوضع اختلف مؤخرا؟ لا احنا ايام ما كنا في الملاعب الحقيقه كان في حاجه يعني يمكن هحكي عليها دلوقتي، حاجه كانت مش موجوده ما اتوجدتش بعد كده خالص. تخيل ان احنا مثلا بيبقى عندنا نهائي بطوله افريقيا وفي تمرينه مثلا قبل المباراه بيومين بيجي لنا مثلا كابتن فريق النادي الزمالك حسن شحاته، يجي ابراهيم يوسف، يجي محمد صلاح، يحضروا التمرينه دي. حلو. واحنا العكس طبعا. كان وقتها برضو نفس الحكايه لما بيكون هم عندهم بطوله وفي النهائي لا قبل التمرين قبل المباراه بيومين بتلاقي فيه محمود الخطيب، بتلاقي فيه مصطفى يونس، بتلاقي فيه مصطفى عبده موجودين كباتن الفريق. ايه اللي استجد في الوضع اتغير بناء عليه؟ للاسف الشديد حاجات كتيره جدا وفي استقطاب وفي اجواء مش لطيفه. لا احنا يعني انا اقول لك حاجه الحقيقه، السوشيال ميديا الحقيقه يعني انا في رايي حاجه سلبيه بشكل كبير جدا جدا في وجود التعصب اللي موجود حاليا دلوقتي، في وجود عدم الروح الرياضيه اللي موجوده دلوقتي ما بين الانديه. الحقيقه انا لسه بحكي دلوقتي بقول ان كان هم ناس من عندهم كباتن فرقه بييجوا يحضروا التمرين واحنا كباتن فرقه بيحضروا التمرين. صح. وبنتمنى لهم ان هم يكسبوا وهم بييجوا يتمنوا ان احنا نكسب.